السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كابتن محمد عيسى، ودي أولى حلقات سلسلة ورك أوتس أت هوم. السلسلة دي إن شاء الله مقسومة على 3 أجزاء، الجزء الأول هيبقى اتعلم، والجزء الثاني هيبقى تدرب، والجزء الثالث اتحدى. إن شاء الله في السلسلة دي هنتعلم تمارين زي البوش أبس، بول أبس، الديبس أو السكواتس، وتمارين تانية كتير إن شاء الله. لو أنت مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك الإشعارات بالفيديوهات الجديدة أول بأول. استنونا ما تروحش حته. ورجعنا لكم بعد فصل، وان شاء الله النهارده هنكلمكم عن تمرين مهم جدا بيشغل معظم عضلات الجسم تقريبا، بيشغل عضلات الصدر مع عضلات الاكتاف وعضلات الذراعين وعضلات اعلى الظهر واسفل الظهر، بالاضافه كمان لعضلات البطن وعضلات الرجل الاماميه الرباعيه، وكمان بيشد اوتار الركبه وبيشغل عضلات الرجلين. التمرين ده انا بعتبره كينج اوف ذا رينج، وهو البوش ابس. التمرين ده او تمرين غيره ما ينفعش تشتغله من غير ما تعمل عمليات احماء وتسخين عشان ما يتسببش لمشاكل في جسمك. وبعد ما سخنت جسمك وبقى جاهز ان هو يعمل تمرين الضغط، انا قسمت لك التدريبات لمستويات، كل مستوى هتحاول تجيب من 10 ل 20 عدد. حاول ما تنقلش من مستوى للمستوى اللي بعده الا ما تجيب حوالي 10 عدات او 20 عدد. وكمان حاطط لك في اخر الفيديو الاخطاء اللي ممكن تقع فيها وانت بتنفذ تمرين الضغط. لو اتلاشيت الاخطاء دي هتلعب الضغط باسلوب كويس وهتقدر تجيب فيه عدات. اي حد مبتدئ لو بيتفرج على الفيديو ده وكمله للاخر، انا بوعده ان هو هيجيب من 10 ل 20 عده مستريح باذن الله. واسيبكم مع الفيديو.